اللي بغا تقرا هو لا بواطا ميرفي. لا بواطا ميرفي بالعربيه هي صندوق العجائب. هذا الكتاب هذا هو منتوج مغربي ديال كاتب مغربي وبالضبط فاسي اللي هو احمد الصفريوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في هذا الفيديو. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الفيديو اللي هي عبارة عن طلب تقريبا جاني من ثلاثة ديال التلاميذ ربما اربعة ما عقلتش صراحة في لي ريزو سوسيو حتى في لي كومونتير في اليوتيوب. دونك الفيديو غادي نتريتيو فيها هاد لا بروبليماتيك ديال لو جونغ ليتيرير دون لا بواط ا ميرفي. يعني المشكل ديال لو جونغ ليتيرير في لا بواط ا ميرفي. يعني هنا ملي كنقولو اوتوبيوغرافي صافو دير auteur égale narrateur égale personnage principal. بعض التلاميذ سولوني قالوا لي كيفاش لو بيرسوناج برينسيبال سميتو سيدي محمد والكاتب سميتو احمد الصفريوي. يعني لوتور نيغال با ماشي هو لو بيرسوناج برينسيبال. دونك هنا في هاد لا فيديو هادي غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على هذا الاشكال هذا. دونك هنا المساله معقده واحد شويه. غنحاول نعطيكم ليسونسييل باش نعطيكم ليسونسييل اللي تاخذوا الاشياء يعني الاشياء اللي مهمه لكم يعني في السنه الاولى بكالوريا. فوالا دونك هنا واش لا بوطا ميرفي رومون اوتوبيوغرافيك واش هي غير رومون واش هي اوتوبيوغرافي فوالا كوا كومون جي با كومبري فوالا. دونك هنا غادي نركزو في المحور الاول على لوتوبيوغرافي. المحور الثاني غنشوفو شنو هو لو رومون كيف ما شفنا في الروايه اللي باردون في الفيديو السابق. المحور الثالث غنبرهنو بان لا بوطا ميرفي ايتان رومون اوتوبيوغرافيك. وفي الاخر غنستعرض لكم واحد الحاله يعني ضروري ما كيخصكم تشوفوها اللي هي الحاله ديال الروايه الثالثه اللي عندكم في السيزيام اللي هي لو ديرني جور دان كونداني. غتشوفوا يعني علاش لو ديرني جور دان كونداني ما تنقولوش تنقولوا غومو اتيز وما تنقولوش غومو اوتوبيوغرافي بالرغم من انه تقريبا نفس الحاله ديال لا بواط ا ميرفي. فوالا غنبداو بالاوتوبيوغرافي. كيسك سوف دير اوتوبيوغرافي؟ دونك هنا كيف ما كتشوفوا اوتوبيوغرافي فو دير تو سامبلومون l'auteur, ça veut dire en tant qu'auteur, yani je raconte mon histoire. En racontant mon histoire, fait l'histoire a dit je suis le personnage principal. Yani ay wahed fina mumkin ykon katib dial qissa dialo huwa le narrateur huwa li ghadi yrouha huwa le personnage principal f la vie dialo bien sûr. Donc huwa le personnage le protagoniste f la qissa. Donc hadi hiya l'autobiographie. Dans une autobiographie, l'auteur est lui-même le narrateur et lui-même le personnage principal. Par ailleurs, l'auteur doit signaler la mention autobiographie. Yani, l'autobiographie, normalement, le kati qui écrit autobiographie sur la première couverture de son livre. Yani, le kitab li ghadi yektb tikteb lfouq autobiographie. في الكوفرتور الاولى وراه درنا الدراسه ديال الكوفرتور وقلنا بان الكوفرتور هي دراسه الغلاف كتسمى بروميير كوفرتور وملي كتقلب الكتاب كتسمى لا كاتريام كوفرتور. وهاد المساله هادي ما عندناش فوالا سو كون نون فوا با دون لا بواط ا ميرفي احمد الصفريوي. لوتوبيوغرافي اي تان ريسي ريتروسبكتيف. ريتروسبكتيف سا فو دير تو سامبلومون لا ريتروسبكسيون كي فو دير لو روتور اون اريير لانالبس يعني تقنيه الاسترجاع. يعني ملي كندير اوتوبيوغرافي راه كنرجع للحياه ديالي كتكون عندي 60 عام مثلا وبيت نكتب الاوتوبيوغرافي اوتوماتيكمون كنرجع للور كندير واحد لو فلاش باك الاسترجاع كنمشي للباسي باش نعاود بعض الاحداث اللي مؤثره في الحياه ديالي. دونك هذه هي الاوتوبيوغرافي تو سامبلومون جيكري مون استوار جيكري ما في. Voilà l'autobiographie. Donc, on a auteur égale narrateur égale personnage principal. On va voir d'abord ce qu'est le roman. Donc, on va voir le roman. On va voir d'abord roman autobiographique. Donc, on a écriture en prose. Vous voyez que c'est la prose. La prose est le kitab, le nathr, le texte de la chair. Voilà, roman, c'est un long récit. Il se divise de plusieurs شابيتر كيف ما كنشوفوا. يعني الروايه اللي عندنا فعلا هي رومون اون بروز واحد لون ريسي فيه بليزيور شابيتر فيه بليزيور زيفينمون بيرسوناج نومبرو بزاف ديال لي بيرسوناج ديسكريبسيون ديتايي دي بيرسوناج سور لي بلون بسيكولوجيك سوسيال اي كولتوريل. دونك هنا عندنا كاع هادشي هذا الشيء اللي كيدل بان هادي فوالا روايه بليزيور ليو اون انتري كومبلكس. فوالا كاع هادشي عندنا في لا بواط ا ميرفي.
فوالا نشوفوا دابا علاش لا بوط ا ميرفاي اي ان رومون اوتوبيوغرافيك. تبعوا معايا مزيان. بروميير دي شوز، لا بوط ا ميرفاي اي ان رومون اوتوبيوغرافيك. شفنا المواصفات ديال الرومون كاينين في لا بوط، دابا غيبقى لنا هي المواصفات ديال الاوتوبيوغرافي، واش عندنا في لا بوط ا ميرفاي ولا ما عندناش. بروميير كوفرتور présente une indication qu'est roman. Il est dit la boîte à merveille. Tu vois bien la première couverture, m'ktouba fiha roman. Yani hna, voilà, rah riwaya. L'auteur raconte une tranche de sa vie, à savoir l'enfance. Donc hna عندنا واحد المساله اللي هي كيعاود حياته الكاتب، كيعاود الحياه ديالو اللي هي لونفونس، كيرجع للطفوله ديالو. دونك هنا باش عرفنا، حنا نجيو الاشكال ديال سيدي محمد مع احمد الصفريوي. دونك هنا علاش حنا ايكوتي بيان، علاش حنا غنقولوا بانه هذا سيدي محمد راه هو احمد الصفريوي، واخا هو ما تيقولهاش بصراحه، تيقول لك دري صغير يعني في لي روبورتاج اللي شفتو معايا في لي فيديو السابقين، ولكن راه اليا دي سيميليتود، كاين تشابه اونتخ لا في دو بيرسوناج ناراتور، يعني داك لو بيرسوناج ناراتور اللي عندنا في لابواط، هذيك داكشي اللي كيعاود هو نفس الشيء اللي كاين في السيره الذاتيه ديال لوتور اللي هو احمد الصفريوي. عقلوا على هذا الجواب هذا، إيه احفظ هذا الجواب، حفظوه الناس اللي طلبوا مني البارح شنو غنحفظوا، حفظوه بحال هذه المساله هذه. إليا دي سيميليتود فوالا اونتر لا في دو بيرسوناج برانسي ناراتور سافو دير سيدي محمد وبين لا في ديال لوتور، يعني نفس راه السيره الذاتيه ديال احمد الصفريوي هي نفس الاشياء اللي عندنا تما في لابواطا ميرفي. فوالا يعني هو تزاد فاس عندنا فاس، هو كان يعني فوالا في العائله فاش عاش، يعني الاباء ديالو من اوريجين مونطانيا، نفس الاشياء تقريبا، كاين تشابه بين السيره ديال احمد الصفريوي وبين لو بوتي سيدي محمد. الي فيكتو ان روتور اون اغيير، عاوتاني من بين الاشياء اللي خلاونا نقولوا اوتوبيوغرافي، سيكو اوتوبيوغرافي هو لا ريتروسبكسيون، كيف قلت لكم كنرجعوا للور باش نعاودوا واحد الفتره في الحياه ديالنا. فوالا عندنا ان ريسي ا لا بروميير بيرسون، مي كنلقاو جو نو ما مي نوتر مون، هادي راه اوتوبيوغرافي بطبيعه الحال، يعني ال راكونت سا في. هنا بالنسبه للاسم سيدي محمد، هنا صراحه يعني كيبقى جواب يعني ما يجاوب عليه الا احمد الصفريوي، وربما هو الاختيار ديال داك الاسم، يعني اختيار ربما ما عرفتش صراحه يعني الجواب، قلبت تعيت على علاش هو دار، ولكن ما كاينش ريبورتاج هو كيشرح فيه هذه المساله هذه. دونك ليسونسيال هو انه راه هو هذاك، فوالا لو جور اونفوا ا اون بيرسون غيال. احنا غنجيو للحاله الرابعه باش تفهموا اكثر. لو ديرني جور دون كونداني راه حتى هو فيه هذا الاشكال هذا، لو ديرني جور دون كونداني حتى هو سي تان ريسي ريتروسبكتيف، يعني حتى هو تيعاود على واحد الفتره في الماضي، يعني فيكتور ايغو هو الكاتب. فوالا il n'est pas rédigé au passé mais au présent de l'indicatif. ماشي مشكلة شي. Regardez, le jeu ne renvoie pas à une personne réelle. دابا في le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo هو الكاتب. إلا قرينا السيرة ديال فيكتور هوغو ما كتعكسش السيرة ديال لو بيرسوناج برينسيبال اللي عندنا في ذاك الكتاب. لو بيرسوناج برينسيبال اللي عندنا في ذاك الكتاب ما كايناش سميتو، وهو واحد لو بيرسوناج اللي غادي يتعدم في الاخر. ولكن في الحياة ديال أحمد ديال عفوا ديال فيكتور إيغو هو ما ماتش بالإعدام، يعني ماشي هو، يعني لا بيوغرافي ديال، هنا ركزوا على المسألة، لا بيوغرافي ديال فيكتور إيغو ما كتعكس يعني في أي حال من الأحوال داكشي اللي عنده. فوالا واخا كاينة جو، واخا بحال لابوط أميغ فاي جو إلى آخره، جو موا، يعني واخا كاين وكاينة لا ريتروسبكسيون، هذاكشي اللي واقع في ديك الرواية ما تيعكسش لا في ديال فيكتور يقول العكس ديال لا بواطا ميرفي. لا بواطا ميرفي داكشي اللي كاين في الروايه كيعكس كي لينا لا بيوغرافي ديال احمد الصفريوي اللي هو الكاتب. فوالا لو ريسي نو بورت با سور توت ليكزيستونس مي سور لي ديرني جور افون لا مور. لو ريسي هنا فوالا ماشي على فوالا لو ريسي هنا ديال لو ديرني جور دون كونطاني، باش ما نتعمقوش في هذا الكتاب هذا لانه باقي ما عندكمش عليه فكره. المهم غير عقلوا على هذه المساله هذه، لوتور ماشي هو لو ناراتور بيرسوناج، العكس ديال لا بوطا ميرفي، لحقاش هنا هذاك الشيء اللي كيعيشو هاد لو ناراتور بيرسوناج في الروايه ماشي هو داك الشيء اللي عاش فيكتور ايغو في الحياه ديالو الواقعيه. با دي سيميليتود، ما كاينش تشابه بين لا في ديال لوتور اللي هو فيكتور ايغو و فوالا و لا في ديال لو بيرسوناج ناراتور اللي عندنا في الروايه، ما كاين حتى شي تشابه، العكس ديال لا بوطا ميرفي، وبالتالي ما غنقولوش رومون اوتوبيوغرافي. لا بيرسوناليتي دو ناراتور ريست اونفان انيغماتيك، حتى داك لو ناراتور، حتى داك البيرسوناج اللي كيقدم لنا فيكتور ايغو في الكتاب ديالو واخا داير ليه لو جو، هنا ما عطانا لا سميتو لا العمر ديالو لا علاش قتل لا علاش غادي يتقتل، يعني ما دونك كيبقى انيغماتيك، و فوالا الاوتوبيوغرافي تيخص يكون فيها الوضوح. فوالا دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا بزاف في هاد لا فيديو هادي، اي تساؤل حطوه ليا في لي كومونتير اسفل الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.